سعد الله مساكم مشاهدينا وحياكم الله ويانا في برنامج النواخذة اللي ناخذكم فيه ويانا إلى طبعاً تراثنا الأولي وأهالينا الأوليين اللي كانوا عايشين على البحر وخير البحر. طبعاً في بداية الحلقة مشاهدينا أرحب أيضاً بزميلي وديع اللي راح يكون معاي إن شاء الله في هذه الحلقة. حياك الله وديع. حياك الله محمد، إيش حالك؟ وأكيد أحيي بعد النواخذة والبحارة المتواجدين معانا وكل مشاهدين برنامج النواخذة. نفس ما أنت اليوم بتصطحبنا في البحر وتسولفوا عن البحر، بعد نحن بنتكلم عن الحرف المتواجدة عندنا وحرف البحر. أكيد وديع إن شاء الله مبيك وباخذ بعد علوم اللي عندك الحرفيين اللي عندك، لكن بعد أرحب بالنواخذة اللي وياي. ونبدأ طبعاً باليمين، عمي علي إيش حالك؟ يا مرحبا، حياك الله، يا مرحبا، شرفنا فيكم طول عمرك. يا مرحبا. عمي غانم إيش حالك؟ الحمد لله، الله يطول عمرك بخير بنعمة. طمنا عنك. نحمد الله على فضله ونعمته. الحمد لله، حياك يا مرحبا بكم. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يحييك، الله يسلمك. يا مرحبتين. شرفنا الله. حياكم. عمي علي، بنبدأ إن شاء الله وياك اليوم حلقتنا. يا مرحبا. وبناخذ عاد منك علوم البحر وأهل البحر. يا هلا. حياك الله. نعم، شو من البحر تبغى علوم البحر؟ اللي عندك من علوم. والله علوم البحر، نحن طال عمرك عشنا على البحر الضغاوي وعلى الصيد السمك القباب والحداد، وهذا صيادنا الياخ، هذا صيدنا نحن كان اول البحر، استوينا بالبحر يعني هذا الشكل. والبريه ضغوه ولها مواسم. نعم، لها موسم، كل وقت كل سمكه لها موسم طال عمرك. البريه يا مشتى زيادتها يعني اخر الصيف هذه البريه ضغوه. نعم، والقباب بعد يعني اول القيض يعني الحين مثل الصيف هاي الحين دخول القيض، يعني هاي القباب تنزل عينه من البحر، قباب صغيره هاي مال الفاح. زين، واللي اخترها قيض وشتى ننصبها مال القباب مال الكنعد مال اليريور، وهذا يعني هذا كان اول نحن صيدنا. نعم. عمي غانم يلا عندك على الحين. والله هذا كلام طيب، يعني الريال ما قال الا كلام طيب، يعني كل الصيد السمك في القيض غير في الشتاء غير. الحمد لله كل وقت لوقت. البريه ما تطيح الا ايام الشتاء، ايام الصيف فيه لكنها ما تنفع. نعم، ايام الصيف البريه ما تنفع، ايام القيض قاشع يستوي وايد يابس وما في ما في ما له طعم. ومثل هالايام الحين؟ الحين اطعم. اليوم البريه اليوم ايامها، اليوم اللي فيها المصلحة يعني. نعم. لما تحصل لك رزق اليوم ما يحتاج من البرية، البرية خاصة البرية بعد البرية نوعين، برية الزاحم والبرية العربي. نعم. اليوم العربي أحسن، العربي أحسن. كيف شو الفرق بينهم عمي؟ كيف تميزونهن عن بعض؟ معروف هاي العربي غير والزاحم غير. الزاحم غافي والعربي ناقص نازل. العربي في القوع تلقاه يلمع نوعين، تقلب نوعها أبيض هاي اسمه زاحم. العربي، العربي الابيض. لا، ابيض وفي خط اسود. نعم، العربي تشوف القوع اليوم يعني الزعمه يعني حمرة كذا. هاي الزعمه هاي حمراء. نعم، الزعمه حمراء، الزعمه حمراء وشي فوق فوق، لكن العربي لا تحت بالقوع. زين اخوي احمد، انت ما شاء الله عشت هناك وعشت هني، حياك الله. اي نعم، الله يبارك فيك، الله يخليك استاذ محمد. شو الفرق اللي شفته بين قبل وبين التطور اللي صار الحين في البحر؟ والله الحين الحمد لله رب العالمين وايد امور تغيرت. يعني الاوليين اهالينا تعبوا في البحر، الحين البحر فيه تعب بس مش هذاك التعب اللي هم قديما تعبوه. الحين توفرت سبل الراحه من المراكب والطرادات واللنشات، وفي دعم الحمد لله من الحكومه، وفي تنظيم للمهنه هذه.
ومثل ما قالوا العمومة قبل شوي أن فصل الشتاء الصيد فيه غير وفصل الصيف الصيد فيه غير، وكل موسم كان يعني مقومات ونوع من الأسماك المعينة. حتى الصياد كان أول يطلع صيف وشتاء، الحين كمثلا موظف وصاحب وظيفة ثابتة لا يقول لك أنا بطلع مثلا في الشتاء صح، يوم بيجي شهر 5 ولا 4 بريح ليه شهر 9 وبدخل مرة ثانية. في استوى الراحة موجودة. زين قبل هو مجبور يطلع قيض وشتاء ما عنده غير هذا الدخل عشان رزقه. الرزق هي صح صح. بندش في المواسم ان شاء الله اكثر، وبندش بعد في انواع اللي انواع السمك اللي كنتوا تصيدونه قبل، بس بنروح بعد طبعا اخونا وديع قاعد ان شاء الله هناك ويا الحرفيين موجودين ويانا اليوم، بيعرفونا على بعض الحرف اللي عندهم، وبنرجع لكم النواخذه. حياكم الله وديع، حياك الله. الله يحييك. احب اعرفكم اليوم بيكون معاي الوالد ابو احمد. حياك الله عمي ابو احمد، شحالك؟ حياك الله، عساك طيب. حياك الله عمي ابو احمد. الحين نفس ما لاحظ عندنا الشاشه، عندنا الشاحوف، في عندنا بعد البوم، في اللينج، شو الفرق من بينهم؟ بينهم يعني المعنى بان هذا شاحوف. هي الشاحوب، شو وظيفة الشاحوب؟ حق شو وظيفة الشاحوب؟ تبع السيف. هذا تبع السيف، هذا ما يروح بحر وايد زياد يعني، ها حق الضغوة وحق السماش وحق هذا، ها الشاحوب. والشاشة؟ الشاشة بقى نفس الشيء، نفس الوظيفة، نفس الوظيفة. اللي ما عنده شاحوب عنده شاشة. هي وعمي ابو احمد، والبوم شو وظيفته؟ البوم وظيفته يروح مثل يحمل حمال حمل مثل تمور او مثل غير التمور، يعني يحمل حمل من بندر لبندر، من مثل من دبي الى خرفكان، او من خرفكان الى دبي او الى مسقط، هذا وظيفه البوم، او الى من البصره الى خرفكان، او الى دبي، او الى مسقط، او الى الهند، او الى اليمن، ها وظيفه البوم. واللينج بعد نعرف انه بعد في مسمى اللينج. اللينج نفس بعد، اذا كان هو بوم سوى لينج. كان اول بوم مثلا، اول ما في مكينه تراه محمل ثاني، بعد سووا له مكينه نفس الشيء نفس الوظيفه، يحمل حمال يودي بندر ينزله، يفرغ لها يحمل غيره، يروح مثلا من بمبي الى افريقيا، او الى شو اسمه زنجبار، او الى عدن، او الى يعني هالمحلات. هاي وظيفة يعني السوافير الكبار هذول، الأبوام وغير الأبوام. يلا جزاك الله الف خير عمي ابو احمد، وان شاء الله بنكمل سوالفنا ان شاء الله في الحلقات الجايه. نفس ما شفت محمد تكلمنا على انواع مثلا البوم والشاشه والفرق ما بينهم. وديع اظني انا برجع لك بعد حلقتين بشوفك راعي حرفه شي من هالحرف. اكيد اكيد ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. نرجع لكم نواخذه. حياك الله. عمي علي، قبلك شوي كنا نتكلم انه يعني المواسم وغيره من هالامور، كيف كنتوا تصنعون؟ كيف كنتوا تطلعون قبل في البحر؟ نعم، كيف كنتوا تطلعون بحر قبل؟ شو الاشياء اللي عندكم، الشاشه وغيرها من الامور، كيف كنتوا تصنعونها؟ لا صراحه كنا نصنع، كان اول يصنعون عندنا هالبلد، ما كنا من برا عالم، مثل الشاحوف على كلام الاخ يعني شاحوف. ونحن كان انا بقول لك نحن في دبا قليل الشاشه عندنا، يعني يمكن واحده او اثنين يعني الترشيش وحيف، وهاي يسموا بتيل، يعني هذا كان اول عندنا، لكن يصنعوها عندنا بالبلد، يعني في ناس يعني يصنعوها عندنا بالبلد. كان اول هذا، وهاي مال الصيد يعني، هاي اسمها عامله زعيمه، هاي مال الضاوه اسمها عامله يعني زعيمه، اسمها نحن نسميها زعيمه، هاي كبيره يعني طويله. كم واحد يكون فيها؟ هاي يعني على الاقل 40 50 نفر ما شاء الله، يعني كل يروها كله ميداف، ماشي مكاني الا ميداف. كان اول كل يوم 20 يجروا 15 20 كل يوم، وزين وتحمل يعني الاسامي تختلف من منطقه لمنطقه، منطقة تختلف يعني. هذه بيسموها زعيمه، هاي زعيمه احنا نسميها عامله. عامله صح، نحن هناك نسميها زعيمه، نسموها عامله. هذا اللي عندنا يعني اللي يصيدوا في القطين، اللي يسموه قطين، نحن نسوي قبلان، يعني تختلف الاسامي عندنا من هنا من الخور والبديه والكلبه، نحن في دبا غير، تختلف الاسامي صح صح، من منطقه لمنطقه تختلف. هو اللي واحد طول عمرك، هو واحد، لكن الاسامي تختلف. في كلبه كانت عامله، عامله كلبه، وخور كلبه، البجيره كلها عامله، خور بعدين والخور
عامله. نعم عامله. هذا هي العامله. هاي العامله. شحف اصغر اصغر اصغر. شواحيف عقب هاي السنه. العامله كم عمي غانم كم تشل العامله؟ العامله تشلها كل يوم 10 طاقات من القبلان. يعني على حسب ما انت تبي تسوي عنده عامله تشل هذه. حق الضغط خاصة 40 نفر والناس كل العرب اهل البلاد يضغط. نعم. ايام الشتاء في العامله. يجي من العامله صار النخل ماشي غير. ولدي اول ماشي. من البحر للنخل؟ من النخل. اي نعم. مره من يجي من البحر صار النخل، الله ما يمر بيته مثل ياكل شيء ويتوكل على الله. يغبر، يسقي، ييزر، ما قال لي حش، مهارات النخل. والبيدار هو البحار. نعم صح. بنيا الاول احنا البيدار والبحار. اي نعم زي. ماشي اول ما عندنا ما في عمال. ماشي عمال. ماشي عمال. اخوي احمد كله من البلاد. زين بيك ابوي يعني عمي اخوي احمد طبعا. اول كيف كنتوا يعني تميزون الاماكن؟ الحين ما شاء الله مثل ما اشوف البحر عود واسع وخيره كثير، فكيف كنتوا تميزون الاماكن؟ مثلا هذه المنطقه تنزلون فيها، هذه المنطقه توقفون فيها. اول تعلمنا من الاهالي، اهالينا قبل كانوا عندهم مواقع نياشين. نعم. من الاباء الاولين كانوا مواقعهم نياشين، مثلا يقول لك مشد فلان ولا راس الفلاني، وهذا كان عنده نيشان. النيشان يتعمد على ثلاث مكانات، في البر وفي الزوايا يمين ويسار، فيضرب النيشان ماله. وفي منهم يعتمدون على الديره، يكون اعتمادهم الكبير على الديره. وطبعا بعدين عقب دخل عندنا الكمبيوتر اللي هو الجي بي اس تحديد المواقع، فهذا سهل علينا اشياء وايد. قمنا نحدد سهل الامور كامله. اي نعم. ولا مشينا على اليمن. هيه. انت الحين تعرف موقع هذا، انت من اسمك يعني تعرف شو من اسمك، شعري او يعني هامور او اسمك، سويت لي ميشن على اليمن من ناحيتين، من ومن تعرف موقع وين، يوم تجي على الموقع هذا لا تقدم ولا تأخر. ضيف يعيننا بعد. يعيننا ضيف احنا ان شاء الله. حياك الله. حياك الله عمي محمد. مرحبا. يا مرحبتين. الله حياك. تفضل تفضل تفضل. سلم. سلمي عليهم. سلم ما عليه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شو اخبارك طيب؟ حياك الله. تفضل 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 تفضل. بسم الله. حياك عمي، ايش حالك؟ الله يبارك فيك. اخبارك؟ طمنا عنك. الحمد لله. يا مرحبا بك. يا هلا بيكم. يا هلا بيكم. يا هلا. حياك الله. عمي كنا نسولف ويا عمومتي عن علوم البحر وعن اهل البحر. نعم. فعطنا من اللي عندك عمي. وش من عندي تبو؟ النهام اللي في البحر ما شاء الله، نعرفك انت ما شاء الله نهام. لا انا معنا يا اخي نتعلم النهام. نتعلم النهام. تردوا علي انت ولا شيء؟ لا خبرنا خبرنا شو كان دور النهام في البحر، شو كان يسوي لحالته؟ النهام يومتي حاضر من الغبه مثلا وما عندك هواء ترمي داف وتنهم. بالذي الله يقدر عليك فيه تنهم، والجماعه يردوا عندك وما يردوا عندك اذا يدور الهواء وخطفنا الى وصل البر. زعل احنا الباك سمعنا شيء. يلا يلا رسول الله. هلي وسامان هلي وسامان هلي وسامان وسمي بسم الله الله يمسمي واطلب الله في تجال له وشل عقلي وانجل همي والرحيم ومالك الدين. هلي وسامان هلي وسامان هلي وسامان وصاحب زلد زلد مواعيده ويوم بان الصبح الصبح ما يعني وخطي منك كل ما تريده وانت عقب الزين الزين تهنبه وكيف تهني راي الحبيب واشهد الله يا مشاهدي ويوم سيدي يا راي العشاية. هلي يا سمان هلي يا سمان هلي يا سمان على الميداف كل شيء. الله كانت سمرة حلوة كانت. ها يا اخي بس الميداف هي. الله يعطيك الصحة والعافية. ورديده ناس يردوا ما شاء الله. كان اول الحين نقول شاحوف هذا صارين حداق كل يوم في 400 ديف 300 ديف ونهيم ينهم وهذا يردوا عليه بعد او الزعيمه منظومه بعد نفس الشيء طريقه كل يوم يروح 20
15 نفر نايم واقف بالنص. اي ما سمع لكم رديتوا تو عمي؟ لا يعني احنا ردينا عليه هذا عدم ما سوى ما سوى ما, ما شاء الله. من كذا الاولياء يحبون البحر نهامه ولا نهامه. سمره حلوه كانت البحر. الحين يصير شوف كان اولا احنا هالدبه اصلا من دبه هي هنا البديه هي هنا الخور نضغي يوم البريه هنا يصير كلبه يصيروا كلبه يضغوا يصير الخور هي البديه هنا العقه هذا يو وهم كذلك بعد نفس الشيء يوم استوى البريه هناك عندنا في دبه يو عندنا هنا يضغوا. عيال الحين عمي نباك وكان اول كلنا ميداف ماشي يعني مكاين كله ميداف. عمي الحين نباك تجهز لنا لهمه بنروح لين اخونا وديع بعد بنشوف ايش مجهز لنا. ما شاء الله الحرفيين موجودين ويانا عمومتنا بعد الله يطول في اعمارهم قصرين بنشوف شو عندهم ان شاء الله وبنرجع لكم. العلوم طيبه عندي محمد نفس ما شفت مع الوالد ابو احمد وان شاء الله الحين بنتقل عند ابو سيف وابو منصور. حياك الله ابو سيف. حياك الله. ايش حالك الوالد شو امورك؟ ان شاء الله طيب. يا حياك الله. حياك الله ابو منصور ايش حالك؟ عساك طيب. الله يسلمك. يا حيكم الله. طيب الله. بناخذ العلوم عاد من اليمين. منصور ايش حالك؟ الحمد لله. عساك طيب. الله يسلمك ويعافيك. في البدايه ابو منصور بنتكلم عن المحار. في نوعين انا الاحظ في محار داخله يكون فيه نفس لحم وفي محار يكون فيه لولو داخله. شو الفرق من بينهم؟ حسب البيئة اللي موجود فيها المحار. يعني الحين المحار اللي فيه اللحم موجود عندنا هنا في خورفكان على حصي ويكون حجمه كبير هذا لحم ونادر يعني تحصل فيه لولو. أما المحار اللي وكبير طبعا اللي موجود عندنا في الشارجة ودبي وبوظبي المغاصات اللي هناك المحار يكون صغير ومقعر زيادة يكون في يعني تجويفة زيادة وهذاك المحار بيكون في الرمل عكس اللي عندنا احنا هذا في اليبل نحصل او على الصخور مرتفع عن سطح الرمل اللي في الرمل لان عشان كذا ما تدش في حبات الرمل اللي هي تتكون منها اللولو. اما هناك لا في الرمل موجود في المغاصات هذه اللي هناك في انواع معينة حق اللولو هو هذاك المحار على حسب المغاص المغاص البيئة زينة وفيها رمل وفيها تيار يعني مائي يحرك هذا الرمل هي الرملة إذا دشت داخل المحارة أصبحت شو صارت المحارة تفرز عليها مواد صدفية مثل ما تشوف يعني الحين هي داخل الصدف هذا هذه الألوان تفرزها على الرمل حبة جميل. الرمل هذه لأنها متضايقة منها على أساس تبغي تكون يعني الحاجة اللي داخل تتخلص منها أو أن تكون ملسة يعني عشان ما تأثر على جسم المحارة فهني الإفرازات هذه هي اللي تسوي اللولو اللي يشوفونه بعد نعرف اللولو في لولو غالي ورخيص في فرق من بينهم شو الفرق من بينهم فرق اللولو لازم يكون دائري بشكل دائري يعني متساوي للاتجاهات كلها يعني هذه اللولوة على حسب حجمها طبعا اللولو يختلف يكون ثلاث انواع لولو بعد ما يكبر حجمه يصير حصباه بعد ما يكبر حجم الحصباه يصير دانه واللولو لونين في شيء منه اصفر وشيء منه ابيض وشيء منه بعد اسود بس نادر يعني لكن الاغلى الابيض يكون الدائري واللي صدفيته تعطي الوان الطيف هذه يعني في ناس متخصصين اللي يتعاملون في شراء اللولو هم يقيسوا هذه اللولوة على حسب جماليتها وانسيابيتها صحيح الدائرية جزاك الله الخير يا ابو سيف الله يسلمك طول انتقل عند الوالد ايش حالك الوالد عمي شو امورك ان شاء الله طيب الحمد لله بخير لو تخبرنا بعد عن الليخ شو الفرق بين انواع الليخ الاحظ الاحجام تختلف كل واحد شو وظيفته؟ هذا الليخ له وظائفه. هي. هذا مال يريو. هذا مال يريو. هي. هي. والثاني هذاك مال خباط. مال خباط هذا اللي هناك. هي ومال الأقباط. هي. وهذا السالية مال البياح. أما هذا مال برية.
بتكلم عن الجماعة هذه تكون أول الناس بروحهم يشتغلوا فيها، ما شيء يجي من برا. قبل هذا النفط واستوى هذاك أحم استوى النفط واستوى البترول وهذا يك النايلون، أول نايلون ماشي كله غزل من جديد يا النايلون، هاي من جديد بس. أما كل شيء هذا مال البحر حتى الخيط مال لهذاك كل الغزل بس. كم واحد يشتغل فيها؟ هذا يشتغل فيه مجموعة. احنا كستويت عندك زئمة وانشق الآملة. وقفت الجماعة كلهم أهل البحر. وقفوا سادوا أخوه هذا أخوهم يكون عاملته. ما يخلوا هذا هم يخدمون وهذا متأطل. كعندك أشهر وكويد أشهر نواخذ كلهم يكونون أكف واحد. على يد واحدة. على يد واحدة. اللي جهزوا صاحبه حمل زئمته حمل شبكه. طلعت الجماعة كلها وكل واحد وقف بمساحه ويام يك الصيد ترى الصيد يجي من القبة انت مساح داك ومساح تاني وهات اليمة يا طالة بار دارة الأول واحد دقيها أول واحد طافت عن أول واحد دقيها الثاني طافت عن دقيها الثالث هذا اللي يكون أول سابقا معنا. هذه السؤال هذه العلوم الأولية جزاك الله خير يا ابو سيف، جزاك الله الخير. يا محمد نفس ما شفت هذه العلوم عندي وهذه الحرف المتواجده وان شاء الله بنستكملها بالحلقات الجايه. مشكور وديع، مشكور يعطيك العافيه، وايضا العمام اللي عندك ما قصروا، وارجع هني للثمرات الطيبه مع النواخذه. حياكم الله. مرحبا يا مرحب. عمي ما شاء الله اشوفك تطلع البحر وتضحك وتفكر، شو عندك؟ سلامته البحر، كل واحد يطلع البحر، كل واحد يطلع البحر يضحك. نعم شكلك تسترجع الذكريات. الواحد ما بخر اول ما عاش صح كل شيء صح. الحين احنا اذا وقفنا هن ماشي اعمال نعرف البحر، لازم البحر مسلي، لازم مسلي على طول. عمي كان تعب، كان البحر يعني في تعب وفي شقة تعب، بس نعم. بعدهم الاولين يحبونه لليوم. هي نعم. شو السبب؟ الربيه ما تصير الا بتعب اول. ايه اطول نهار اشغال تعب يوم البيت حاط تروح تكون نمت، ما عندك شغل صباح بالبحر صح. واذا ما صار البحر صباح بالنخال، واذا ما صار بالنخال خلاص ركيت كمل حرمه ما عندك شغل. ها ابوي لا صح، ها هذا نمو البحر، هذا البحر هذا سابق ما في ابوي البحر والبر. هي نعم نعم ماشي سفر ماشي نعم. ماشي عمل ثاني نعم. نعم ما حد يمر والبحر نعم. هي نعم كانت هذه علوم البحر واخبار البحر النوويه. زين قلنا عاد بنرجع من نسمع منك نهمة من نهمات البحر، وعم علي بعد برد وياك إن شاء الله. هلي يا سامان، هلي يا سامان، هلي يا سامان، وبان شرق صوب يصوب لي وادي يلي شجرهم دوم يدوم يلعونا، وبات عدق ملوز الموز ملكاتي، ومن تعلم وما ومال يدقصونا. هلي يا سامان، هلي يا سامان، هلي يا سامان، البحر زمرة عمي مالك ذهب يوم 40 بحار و30 بحار يردوا علي هذا الناس يرد على الثاني يشلون البحر شل شلوه البحر شلوه ما قلت لك انا راح بحر الحين لا ما يقول لك تعبان ما تعبان ما وطوطنا ولا راح بحر ما يقول لك البحر يعورني ويشل القبران على ظهوره والبيع والحبال وكل شيء ما يقول لك يجيب سياره اقول لك الضوه وين ضوه هنا يسموها برامن صح يسمون برامن نحن نسميها بيطه زين بست وسبع يعني وين توصل عباره من المينا هذه يروح بيدهم البيطه تقريبا 200 متر البيطه البيطه 200 متر يعني اقول لك 200 كل بيطه 200 متر نعم 200 متر البيطه ما يروح بسيارات ما يروح كيلو وشوي كيلو وشوي سوالف حلوه وطيبه وعلوم البحر واهل البحر طيبه الحمد لله احنا وصلنا وياكم نواخذه نهايه الحلقه ومن هذه الامطار الحلوه ان شاء الله مشاهدينا مدينه خرفكان نكون وصلنا وياكم وايضا على بحر مدينه خرفكان وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم ولكن علوم البحر ما زالت مستمره ويانا وسوالف الاوليين بعدها موجوده ويانا ان شاء الله خلكم ويانا في حلقه جديده الاسبوع الجاي ومع السلامه. يا هلا ما قصرت الله ما قصرت.